お前なら揺るぎはしないだろうが。السلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ طبعا انا ادري انه انا اخر واحد انزل على البيس الجديد، لكن صدقا يعني صدقا امس اللي عرفت انه تغير، طبعا تغير كامل، فلور 9، فلور 10، فلور 11. ففي هذا المقطع راح نعدي على جميع الفلورات، راح اوريكم كذا اشياء بالعنصر الجديد. صراحة العنصر الجديد انا الى الان جدا مبسوط به، عنصر مره مره كويس، ويعني يخدم فري تو بلاي بزياده. حبيبي ممكن تسكت؟ فيخدم الفري تو بلاي بشكل مره مره كبير، وبتشوف الان. فلور 9 وفلور 10 بنعديهم بشخصيات فور ستار، ويعني حيكون سهلات كذا سريع سريع. فلور 9 وفلور 10 راح نعديه بشخصيات تقريبا فري تو بلاي، ما راح ندخل عنصر الفلوس يعني، فراح نوفر القوه الخارقه لفلور 11 وفلور 12، راح نفجرها، وفلور 12 راح يكون بالكابتن هذا. طبعا صارت تحديثات كذا بسيطه الشخصية، اللي ما يدري جبت سلاحه سايد، انه الاستاذ زي ما انتم ملاحظين شيء جبار. للاسف انه لسه على الوندر، لكن الوندر مسوي شغل صراحه شيء جبار. ترنتات خليناها 9 6 9، ففي هذا المقطع راح تشوفوا اشياء حلوه، فخلوكم معي. طيب للامانه انا ما ادري ايش في الفلورات هذه، اللي اعرف انها تغيرت يعني، بس كذا طلعت كذا قلت اوه تغيرت طلعت، فالان بشوفها معكم. بسم الله خلينا نشوف. ساتر، هنا حيقوم في خلط اسهل، احس انه اسهل من اول ما ادري. طيب هذا 9، ابغى اشوف 10 كذا، عندي فضول. اوكي 10 نفس الشيء، بس هنا اوكي باللي حطوا هذول. لا لا 10 شويه صعبه صراحه، 10 في صعوبه بالذات هذه، اذا انت ليفلك واطي شخصياتك للساعه ضعيفه راح تعاني مع ذي. بس يعني شباب معي انا ما حتعانوا، سخلكم بس انني انا ما حاعاني. بنشوف كذا تيم كذا على السريع وارجع لكم. طيب طلعنا بهذه التشكيله، بخش بهذا التيم اللي فوق، تيم من الكيس حرفيا، وحتى بيده ما هي مظبطه. فلور 9 شباب، وعندكم هنا اياتو، اياتو حقي يعتبر فري تو بلاي تقريبا، سي زيرو وسلاحه مو معاه. الشخصيات ذولي برضو فري تو بلاي. يلا خلينا ندلعكم ندلعكم، دائما تقولوا لي اوه نحن فري تو بلاي، انا الحين اضبطكم تو فري تو بلاي. يلا بسم الله خلينا نشوف شو الوضع. هذول اعداء بالله، والله لعب عيالها راح اسحب كلمتي والله. هذا ولا شيء، ايش هذا؟ طبعا هو اللي ليفل 60 يعني تمشي الحال. التيم صراحة يعني كان هب، كنت كذا احط اي حاجة لكن ضبط. ايوه هنا في باف جديد، والله ما ادري ايش هذا بس بحطه، شوف ايش يصير. الله 21 21000. صدقوا من ضمن احلامي يعني اول ما بديت اللعبه اني اسوي هذا التيم. تقول يا الله والله التيم حماس يا اخي، سكرس كذا تضرب، راح كان مره يعجبني. ايوه البلشه، اوف والله الدندرو يشيل والله. اوكي شباب دروعهم هذول بالدندرو، عارفين الدندرو يمحيهم صراحه. الوضع يعني ممل صدقا، الوحوش اللي حاطينها مره بكل حرفيا كزها ولا فنتي يمحي ام الدنيا لحاله كذا سولف. بس كذا طب انا ما ادري ايش فيه اصلا يعني، ليش هده انا ما ادري. فلور 9 زبده، بما ان الوضع زي كذا يعني فيكون في تدخل في السار، ما نبغى المقطع يطول بزياده يعني. طيب الحين بنخش على فلور 10، لكن حزروا فزروا شو التيم. هات وقتك التفكير، اوكي جايلد دندرو كازوها ميكو تيم السلطه. الحين بتشوف ليش. طبعا تحت يعني على السريع نبغى نعدي يا شباب، خش بفري تو بلاي ايتو اوريكم قوه الفري تو بلاي. حلاوه حلاوه، حيزيد قوه الفري تو بلاي حقتي اقوى يعني. ممكن تتجمع يا اخوان، يا اخي تجمع يا اخي.
ميكو صراحة من الشخصيات اللي ودي أجربها وأسوي لها كذا مقطع كذا كامل لحالها، أوريكم قديش صارت قوية. وأتوقع أنه حيجيبوها قريب، مستحيل ما يجيبوها. البف هذا الكبير اللي صار لازم إنه كذا يقولوا يلا شباب هذه ميكو تفضل. من أول ما نزلت صراحة خيبت الظن، كانت أوف اللي أوه ميكو في القصة حماس، آخر شيء طلعت ميكو زي كذا. اتيته هذا يبغى له مقطع صراحه، ما اعطيته مقطع كذا يا اخي. والله في مقاطع كثير لكن باذن الله وعد وعد شوفه وعد. انا في برضه المنتج راح نمسك كذا اسبوع القناه شوف مقطع بشكل يومي، كلها مقاطع جباره باذن الله، لكن اصبروا لي. ليه ليه ليه؟ ايه الحركات هذه؟ اوه البارت حتبدا بعد شوي. يا ربي ظلمتهم والله لما اعطيتهم ميت. ابى افهم ليش يوزعون كذا في الماب يا اخي، خلاص خلهم جنب بعض. لا 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 يا ساتر. الو ايش هذا؟ لحظه لحظه لحظه، اجين اجين اجين، الموضوع عجبني. دقيقه دقيقه، يهو ايش هذا؟ استنى استنى استنى، يا حبيبي المتعه. والله ابدع. شوف انا والله يعني ما كان ودي اني اطلع طنقري الحين، طنقري او اللي هو طنقري ما كان ودي اطلعه الحين، لكن شباب شوفوا اقراوا هذه 75 دندرو بونس دمج، والشباب هنا كلهم يتجمعوا تيم كالتالي. طنقري هنا، اوكي فازها رابلر تحت يوميه بنت الى جنجلي. هنا بدينا مود العرق شباب شوي، يعني الدمج قد يكون يعني فوق اللزوم. باقي واحد، ليه ما تموت انت؟ ارحب. هذه ثاني مرة اضاربه، فللأمانة ما ادري ايش اللي طيح بالضبط الى الان، ما ادري بس اتوقع هذه، والله ما ادري ايش طيح. عموما هو حيموت يعني لو طاح ولا ما طاح. طب انت كيف تطيح يا حبيبي؟ طيح ولد، هو من الراس بس يا اخي ما يتاثر الراس، ما يقلع راسك ابله يا ولد. وين يطيح ذا؟ ما يقلع. ايوه بس بس عرفت عرفت سرك يا ابله، عرفت سرك. هتلقم هتلقم. ايوه شيك شيك فلور 12. والله يا شباب الفلور كانه يقول يا ولد شاو يا ولد شاو زمان عنه. فشاو شاو اخر مره نزلت مقطع يخص شاو او في شاو يعني شهرين اكثر.
يلا انه ما تفرط هنا. والله اختيار الاتيام بكلبه بس يلا مو مشكلة. تيم صراحة لكم عليه، لكن يعني هو لازم اروح الحماس. في ثلج مبطئني بزيادة. الحين ضدي هذا جندرو، شو الوضع؟ باقي دقيقة. والله لو اني مين ما عديها. يا حمار اوقف. يستهبل يستهبل ذا. قام ينثر نفسه. سو التي هنا طيب طامود التي. حلوين حلوين. الحركة هذه بين الحركة ذي وضر. فاير وشاو. نط نط تنضرب. يعني ممكن نطة واحدة. نطة ثانية ممكن. خلاص كذا كفاية. وعلى الخاطر واحدة. هي وزنية وزنية يا شباب وزنية بس. عندك وزنية تفوز. تفوز ما ادري بايش بس انها تفوز. علي شيخ شوف 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 باير شوف شوف يا ولد. طب الخطة طيب يا فشلة صح؟ اني قاعد اجرب كم مرة بس ترى والله التيم والله بكر يعني التيم هذا مو مناسب للبيس ذا. لا تخلوني الحين اعيد اغلق لكم مو في دقيقة واحدة شباب لو سمحت. ここにある。
なる大光無我の境地。あ、嫌い。